الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من الأمور الغائبة عن الإنسان ولا يعرفها إلا بما علمه الله سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا كتاب عند الله سبحانه وتعالى، كتاب عظيم كتب الله فيه كل شيء، وكما جاء في الأثر أنها يعني في اللوح المحفوظ دفتان من ياقوتة، دفتان من ياقوتة مكتوب فيها كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كتاب المكنون هو هذا اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى في لوح محفوظ. فالقرآن قبل أن ينزله الله سبحانه وتعالى هو مكتوب عنده عز وجل في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ لا يعلم قدر سعته وما كتب فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق القلم، قلم، نعم قلم، قلم مخلوق، فقال الله له أكتب، فقال يا ربي ما أكتب؟ قال أكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فالقلم هذا طبعا حي ويتحرك بتقدير الله سبحانه وتعالى، فكتب من علم الله تبارك وتعالى في هذا اللوح المحفوظ هذا القدر الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع في هذا الوجود. فالله سبحانه وتعالى بعظيم علمه يمد هذا القلم بأن يكتب كذا وكذا وكذا كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله سبحانه وتعالى عنده من الأمور العظيمة التي يكتبها اللوح المحفوظ عنده عز وجل ما لا نعلمه الآن. الله سبحانه وتعالى كذلك أعطى الملائكة كتبا عندهم فهم يكتبون ما يعني قدر الله سبحانه وتعالى وما قضى الله سبحانه وتعالى، وأصل هذه الصحف التي عندهم موافقة ومطابقة للوح المحفوظ، فلا يستطيع ملك أن يكتب كما يشاء إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء، قدر كل الأمور، كما قال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير الخلق. وبعض الناس يظن أن كتابة الله سبحانه وتعالى وتقديره لهذا الخلق أنه شيء نجبر عليه، وهذا كلام غير صحيح. الإجبار هو أن لا يكون لك إرادة ولا يكون لك منع شيء أو فعل شيء، وهذا لا يكون، إنما هو سبق علم من الله. سبق الله في علمه الذي أحاط بكل شيء ما سنفعل بإرادتنا. ولذلك الإنسان مخير من جهة ومسير من جهة أخرى، فأنت مخير في الأفعال التي لك فيها إرادة، وأما الأفعال التي ليس لك فيها إرادة وأنت مجبر عليها فهذه لا تحاسب عليها، إنما يحاسبك الله على الأفعال التي لك فيها إرادة ونية.
ولذلك عندما تولد في بلد هذا ليس من إرادتك، عندما تكون بين أبوين معينين فهذا ليس من إرادتك أن تكون طويلا أو قصيرا أو أبيضا أو أسمرا أو أسود، هذا ليس من إرادتك. الله لن يحاسبك على هذه الأمور التي ليس لك فيها إرادة، إنما يحاسبك على الأمور التي لك فيها إرادة. وما كتبه الله سبحانه وتعالى لم يكتب فقط السيئات، كتب الحسنات. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إذن الله سبحانه وتعالى كتب أنك ستفعل سيئة وكتب كذلك أنك ستفعل حسنة، فهذه الحسنة مسحت هذه السيئة، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. بل الله سبحانه وتعالى من كرمه مع بعض عباده أن يقلب لهم سيئاتهم بعد توبتهم الصادقة يقلبها لهم حسنات. تصور واحد كان عنده سيئات بالملايين وبعد توبته الصادقة يقلب له الله سيئاته حسنات، كما قال تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى كريم مع عباده خاصة التائبين الذي يعمل بالتوبة. طيب واحد يقول أنا أعمل أتوب ولكن إيش ما أدري الله غفر لي ولا ما غفر لي، هذا الأمر اتركه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المطلوب منك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن تكرر منك هذا الفعل بمعنى أنك فعلت معصية وتبت إلى الله توبة صدوق صالحة ثم وقعت في مرة أخرى في الذنب فتبت، وهكذا جيك بعض الأحيان الشيطان ويقول لك لا تلعب مع الله، تذنب وتتوب وبعدين تذنب وتتوب، لا تلعب مع الله. لكن اسمع إلى هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عن يعني الشيطان، يقول الشيطان لله عز وجل ربي لأغوين بني آدم ما ترددت أرواحهم في أجسادهم، فيقول الله له تبارك وتعالى وأنا أغفر لهم ما استغفروني. لما تستغفر الله الله يغفر لك، حتى لو وقعت في ذنوب كثيرة بالملايين استغفر كذلك بالملايين سيغفر الله لك بإذنه عز وجل. اكتفي بهذا القدر عزيز المشاهد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.